اخر حاجه عالمي، وهي للعالمي بقى، العالمي اللي بيلعب قدام ريال مدريد هو احسن حد ممكن ينصح لاعبي النادي الاهلي قبل مواجهه ريال مدريد، المواجهه التاريخيه في كاس العالم للانديه يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. نقول لهم ما تخافوش والعبوا بشخصيتكم، واللي خاف في الكوره ما يستحقش ان هو يلعب كوره. ريال مدريد فريق كبير، وطبعا لعيبته لعيبه كبيره ومدرب كبير وكل حاجه، لكن العبوا وما تخافوش وعبروا عن نفسكم والعبوا بشجاعه واستمتعوا بالمباراه. لو عملوا كده هيعملوا ماتش كبير الحقيقه. منظر فرقه الاهلي في كاس العالم للانديه منظر مشرف للكره المصريه. وانا راجل زملكاوي ومدرب الاسماعيلي وباكد لك الكلام ده عظيم. لازم ندي كل واحد حقه، وكل واحد بيشتغل وبيجتهد لازم ياخد حقه. فمنظر مشرف جدا، ونتمنى ان المنظر المشرف ده يتكمل باداء جيد، وليه لا ما يكونش النتيجه جيده امام ريال مدريد يوم الاربعاء ان شاء الله يا رب. محترم ومحترف كالعاده الكابتن الكبير كابتن احمد حسام ميدو المدير الفني للنادي الاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك يا رب كل التوفيق في مهمتك مع النادي الاسماعيلي الفتره القادمه.